قلنا بان هذا الموقف الثالث يمكن تخريجه فنيا على اساس قاعده انقلاب النسبه هذه القاعده اعزائي تعتبر من القواعد المهمه والاساسيه في علم الاصول ولها آثار كثيرة في عملية الاستنباط. تعلمون أن المسائل الأصولية تختلف من حيث الأهمية في عملية الاستنباط، فبعض هذه القواعد لعله لا ثمرة لها إلا في بعض الموارد النادرة. وبعض هذه القواعد لا تلازم الفقيه وتلازم عملية الاستنباط في كل مورد دخل في ذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الأصول الجزء الثالث هذه عبارته في صفحة ثلاثمائة وثمانية وثمانين يقول وحيث ان بحث انقلاب النسبه كثير الابتلاء في الفقه، واقعا في الاعم الاغلب الفقيه يبتلي بهذه المساله ولا بد ان يتخذ موقفا، لماذا؟ لهذه النكته التي اشرنا اليها بالامس. قال لان تعارض في كثير من ابواب الفقه بين اكثر من دليلين، وقلنا ان ضابطه انقلاب النسبه انما تاتي اذا كانت الادله اكثر من دليلين، تارة انه الدليل او انه دليلان متعارضان فتلحظ النسبه بينهما واخرى لا انه اكثر من دليلين عند ذلك تاتي مساله انقلاب النسبه هذه مساله اذا المساله مهمه اعزائي ولذا نحن عاده عندما نصل الى مبحث اصولي مثلا نجعله كاصل موضوعي ونتجاوز ولكن هذه المساله حتى ان الاعز وعادة في الحوزات العلمية الطالب إن أن يصل إلى أبحاث التعارض أيضا مو معلوم يقرأ دورة كاملة ومنها خاتمة الأصول ولذا نحن نشير إليها إجمالا والأقوال الموجودة بنحو الإجمال أيضا في درس مو أكثر من ذلك حتى نأتي إلى أبحاثنا الأصلية هذه المسألة أعزائنا كما قلت لكم أنه لعله من زمان الشيخ الأنصاري تاريخها طرحت المسألة وعندما وصلنا إلى زمن صاحبي زمن المحقق النائيني نجد بأن المحقق النائيني صاحب الكفاية وتلامذتهما. صاحب الكفاية المشهور عنه أنه لم يؤمن بنظرية انقلاب النسبة. النائيني آمن بنظرية انقلاب النسبة طبعا ضمن شروط وضوابط لعله نشير الى بعضها. أما النائيني فقد تبعه على ذلك السيد الخوئي حيث آمن بنظرية انقلاب النسبة. واما المشهور بين الاعلام في القرن الاخير تقريبا هو عدم قبول قاعده او نظريه انقلاب النسبه. ولذا السيد الشهيد رحمه الله تعالى عليه في تقريراته في تقريرات السيد الهاشمي هذه عبارته هناك يقول المشهور بينهم عدم الانقلاب مقصود من المشهور مو فقهاء كل الأصوليين وإنما هاي المئة سنة الأخيرة من بعد الشيخ الأنصاري إلا أن مدرسة المحقق النائيني قد جعلت إلى آخره ف... وتابعه على ذلك السيد الخوي هذه قضية القضية الثانية التي هي لماذا وقع الاختلاف بين الأعلام في انقلاب النسبة وعدم ذلك ما هو منشأ الخلاف أعزائي منشأ الخلاف في جملة واحدة التفتول جيدا لا إشكال ولا شبهة عند القوم في مباحث الخاص والعام ان الخاص يقدم ماذا على العام وان العام يحمل على الخاص فمدلول العام يكون حجه في غير مقدار وقدر المخصص هسه باي بيان كان ولاي نكته كانت هناك نظريات ثلاث في المسألة الآن مو بصدد بيان تلك المسألة وهي أنه القدر المتيقن عند الأعلام والمشهور والتحقيق أنه إذا تعارض عام مع خاص فالتقديم يكون لمن؟ يكون للخاص بأي نكتة ذاك بحث آخر في محله السؤال المطروح هنا في بحث انقلاب النسبة ان نفس تلك النكات التي على اساسها يقدم الخاص على العام هذه جاريه في فرض عدم وجود المعارض للعام او حتى مع وجود وجود المعارض للعام. بالامس نحن قلنا الفرض ما هو؟ عندك عام أليف وعام باء معارض ماذا؟ للعام أليف وعندك مخصص جيم يخصص ماذا؟ يخصص باء لو كنا نحن بين باء وجيم لا اشكال ان جيم يقدم على ماذا؟ يقدم على باء بلا بلا حاجة بلا أي بالنكات التي ذكرت في تقديم الخاص على العام ولكنه هنا دخل عامل جديد ما هو وهو أن هذا العام الذي له مخصص يعني العام مباء الذي له مخصص جيم هذا العام أيضا له معارض آخر وهو ماذا وهو أليف واضح فهل أن تلك القواعد تبقى على حالها حتى مع وجود معارض عام لباء أو أنه تلك القواعد بعد لا تكون كافية المرز النائيني وتبعه على ذلك السيد الخوئي يقول نفس القواعد كافية يعني كيف أننا بعبارة أخرى دخول عنصر جديد وهو العام اليف على المعارضه، هذا يغير من المعادله شيء او لا يغير من المعادله؟ لا يغير من المعادله، تبقى المعادله السابقه وهو اذا تعارض عام مع خاص يقدم الخاص ماذا؟ على العام، اعم من ان يكون للعام المخصص معارض اخر او ماذا؟ او لم يكن إذا يقولون تلك النكات يا نكات النكات التي على أساسها القواعد التي على أساسها قدمنا الخاصة على العام لا يفرق فيه بين أن يدخل عنصر جديد على المعادلة أو ماذا أو لا يدخل ولذا عبارة السيد الشهيد قدس الله نفسه في تقريرات السيد الحائري المجلد الخامس من القسم الثاني في الصفحة 662 هذه عبارته يقول وتحقيق الكلام ان المحقق النائين يريد تطبيق نفس مباني تقديم الخاص على العام ونكاته في المقام نفس تلك القواعد التي ذكرها هناك في تقديم الخاص على العام هنا ايضا ماذا يعمل تلك القواعد؟ ولا يدعي هنا كبرى جديده تطبق على المقام مع وجود عنصر جديد في المعادله وهو ان هذا العام الذي له خاص او مخصص له هو ماذا له ايضا معارض ونحن نقول ان تلك الكبريات والمباني لا يمكن انطباقها على ال... مقام يعني نحن نقبل من النائين ومدرسة النائين أن الخاص يقدم على العام ولكن بشرط ماذا بشرط أن لا يكون للعام المخصص ماذا معارض أما إذا دخل عامل جديد على المعادلة بعد لا يمكن أن نطبق ماذا نفس المباني السابقة. ومن هنا لا بد من الرجوع هذا البحث الأصولي لا بد من الرجوع إلى تلك النكات التي على أساسها قدمنا الخاصة على العام لنرى أنه توجد فيها قابلية للتقديم حتى في فرض وجود معارض للعام المخصص أو ماذا أو أنه لا توجد فيها مثل هذه اللي. قابليه وهذا بعد بحث اخر موكول الى محله ولذا السيد الخوي قدس الله نفسه عبارته هو مهمه هنا عبارته في مصباح الاصول المجلد الثالث صفحه 388 يقول لان العام لا يكون حجه بالنسبه الى ما خرج منه بالمخصص فالتصديق بانقلاب النسبه لا يحتاج الى ازود من تصوره يعني القضيه ماذا ها بديهيه كيف قراتم في محله انه البديهيات مشكلتها ليس في التصديق وانما مشكلتها اين في التصور، إذا تصورت تصورا صحيحا فالتصديق ماذا؟ ضروري أولي بديهي واضح، يقول في المقام أيضا كذلك. في المقام أيضا كذلك، تصور المسألة فيه مشكلة وإلا أصل المسألة التصديق بها لا مجال للمناقشة فيها ولكنه الواقع هو انه لو كان التعارض بين الدليلين فالحق كما ذكره ولكنه المساله دخل هناك عنصر ماذا عنصر جديد على المعادله على التعارض هذا العنصر الجديد يغد يغير من المعادله شيء او ماذا او لا يغير من المعادله شيء وهذا بحث اخر غير البحث السابق وهو تقديم الخاص على العام سواء كان له معارض أو لم يكن له معارض جيد هسه من بابل المثال أعزائي حتى تعرفون أن المسألة كيف لها آثار واسعة النطاق في هذا المجال تعالوا معنا إلى تطبيق من هذه التطبيقات اللي أول من بدأ هذا التطبيق الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في الرسائل وهذه واقعا من أهم الأبحاث اللي أنا ادعو الله سبحانه وتعالى ان نوفق له عندما نبحث بحث التعارض ان القضيه لا نجعلها دائما اكرم العالم ولا تكرم العالم واكرم كذا ونذهب الى الامثله من هنا وهناك وانما نحاول ان ناتي بالتطبيق الفقهي لتلك المباني ماذا؟ لتلك المباني الاصوليه، لماذا الذهاب الى اكرم ولا تكرم؟ تعالوا الى ماذا؟ تعالوا الى نفس القواعد او المسائل الفقهيه من اوضح تطبيقات قاعده انقلاب النسبه اعزائي هذا المورد الذي سنشير اليه. هناك بحث اعزائي بين الاعلام في مساله ان العاريه هل هي مضمونه على من استعارها او ليست مضمونه؟ انت تستعير شيء من احد فانت ضامن او لست بالضامن طبعا اذا تلفت ضامن او لست بالضامن عندما نراجع الروايات الموجوده في المقام اعزائي النصوص الموجوده في المقام على خمسه اصناف هذا اللي قلنا في الاعم الاغلب الادله اكثر ماذا اكثر من اثنين انا فقط اشير اليها اجمالا وتحقيقها موكول الى محل اخر فقط حتى تعرفوا بانه المساله لا فقط عمليه وانما كثيره الابتلاء. تعالوا معنا الى وسائل الشيعه المجلد التاسع عشر صفحه 92. الطائفه الاولى طبعا اشير ايضا الى هذا كتاب العاريه اعزائي كتاب العاريه الحديث الثالث من الباب الأول باب عدم ثبوت الضمان على المستعير إلى آخره الطائفة الأولى من الروايات ما دلت على عدم الضمان مطلقا تقول قالت بأنه من استعارا فإنه ماذا لا يضمن الرواية هذه الرواية عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله الصادق عن العارية فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت اذا كان مأمونا هذه اصل انه المستعير اذا كان مفرطا لا تقول له بحث اخر لا اذا كان مأمون لا ضمان ماذا لا ضمان عليه هذه الطائفة الاولى اذا الطائفة الاولى هي عدم الضمان ماذا مطلقا الطائفة الثانية اعزائي ما يدل على نفي الضمان أيضاً إلا إذا اشترط الضمان لو لم يشترط أيضاً ماذا يعني ذيك مطلقة وهذه مقيدة يقول إلا إذا اشترط الضمان <applause> هذه موجودة أعزائي في رقم الحديث هي طبعة مؤسسة البيت رقم الحديث آه <applause> 24223 كتاب العاريه الروايه عن الحلبي عن ال... عن ابي عبد الله الصادق قال اذا هلكت العاريه عند المستعير لم يضمنه الا ان يكون اشترط عليه إذا هناك قالت لم يضمن مطلقا وهنا قالت ماذا؟ مع الاشتراط ماذا؟ يكون ضامنا وهذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة من الروايات ما يدل على نفي الضمان بلا اشتراط كما كان في الطائفة الأولى إلا في الدينار إذا كان مستعير منه مقدار من الدنانير فانه يكون ضامنا له سواء اشترط او ماذا؟ او لم يشترط. هذه الطائفه الثالثه اللي هي في صفحه 96 من الجزء التاسع عشر رقم الحديث 24236 الروايه عن عبد الله بن سنان قال قال ابو عبد الله: لا تضمن العاريه. إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان هذه منسجمة مع ماذا؟ مع الطائفة الثانية ولكن إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا فهذه تكون معارضة ماذا؟ للطائفة الأولى تنظرون الآن شلون الطوائف فيما بينها بعضها تخصص بعضا، فماذا نفعل؟ هل ننظر اليها مرة واحدة؟ أو ننظر كل اثنين ثم نخصص ونحصل النتيجة النهائية؟ ماذا نفعل؟ هاي من الطائفة الثانية الطائفة الثالثة الطائفة الرابعة أيضا ما يدل على نفي الضمان بلا اشتراط إلا إذا كانت الإعارة في الدرهم، السابقة كانت أين؟ في الدينار، هذه في الدرهم الرواية رقم ثلاثة من نفس الباب أعزائي باب ثبوت الضمان في عارية الذهب يعني كتاب العارية رقم الحديث 24238 عن عبد عن عبد ابي عبد الله الصادق قال ليس على صاحب العاريه ضمان الا ان يشترط صاحبها كما كان سابق الا الدراهم فانها مضمونه اشترط صاحبها او لم يشترط، الروايه السابقه كانت دنانير، هذه الروايه ماذا؟ دراهم. الطائفه الخامسه ما يدل على نفي الضمان بدون اشتراط الا اذا كان في الذهب والفضه. اذا الان انظروا انه مع عدم الاشتراط لا ضمانه الا اذا كان دينارا فضامن. إلا إذا كان درهم فضامن إلا إذا كان ذهب وفضة فضامن سواء اشترط أو ماذا أو لم يشترط وهذه هي الرواية الواردة أعزائي في هذا الباب في صفحة 96 الرواية الثانية 24 237 الرواية قلت لأبي عبد الله العاريه مضمونه فقال جميع ما استعرته فتوى يعني هلكه فتوى فلا يلزمك تواه الا الذهب والفضه فانهما يلزمان الا ان تشترط عليه انه متى تواه لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك جيد جدا طبعا هاي المسألة الآن أنا ما أريد أدخلها أين في بحثنا المعاصر وإلا لها مصاديق معاصرة هذا البحث صحيح إعارة تأتي جنابك وتستعير من شخص ملانه مقدار من الذهب. نعم مقدار من الذهب. جيت هذه ما في مشكلة بعد ذلك ملابد شنو؟ ها؟ أن ترجح. أما تستعير دينا درهم يعني شنو؟ يعني انت تقدر تجي تاخذ الان تستعير من واحد مليون دينار تقول له بعد شهر ارجع لك اياها استعاره واذا تريد ترجع لها ترجعها هي فاذا فقدت نصف قيمتها صارت قيمتها خمسين بالمئه فترجع العدد لترجع القيمه انا طرحت هذه حتى انه فقط اعرج انه هذه المسائل اعزائي لا تقرؤون دائما الروايات قراءه ساذجه في ذلك الزمان كان هذا هو المتداول في الايدي من الدينار والدرهم هسه قد تقول الدينار والدرهم هو الذهب والفضه وقع لا بد ان نتحقق ان انه في ذلك الزمان الدينار والدرهم هو كان الذهب والفضه لعله في زمان كذا ولعله ماذا في زمان آخر ليس كذلك وهكذا الآن نحن أمام خمس طوائف من الروايات فهنا من أوضح مصاديق قاعدة انقلاب ماذا؟ من أوضح مصاديق قاعدة انقلاب النسبة أكثر من هذا ما أطيل على الأعزاء نرجع إلى بحثنا إذا